أبو سعيد الأشج الكوفي قال: ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وقد روى له الجميع. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج يرويان الحديث عن وكيع، عن وكيع، ووكيع هو وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي، واسمه وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، كنيته أبو سفيان الكوفي. قال: ثقة حافظ، حافظ عابد، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وقد روى له الجميع. قال وكيع عن الأعمش، وقد مر بنا أن الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، وهذا لقبه. قال: ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة اللي هي طبقة الصغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين عن الصحابة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. هذا هو الأعمش. قال عن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، يكنى بأبي صالح الزيات المدني. قال: إنه ثقة ثب، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 101، وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 5274 حديثا، كما جاء ذلك في مسند بقي ابن مخلد. أسلم في السنة 7 من الهجرة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لأنه كان قد قدم مع جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قد هاجر إلى الحبشة، فلما قدموا يعني المدينة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر، فخرجوا في أثره، وقد فرغ من غزوة خيبر، ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك. ولازم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: توفي سنة 58، وقيل سنة 60، وهذا هو الظاهر، لأنه كان قد صلى على عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه. والمراد بالحديدة يعني ما كان من سكين أو خنجر أو سيف أو نصل أو رمح، حيث إن هذه كلها تصنع من الحديد. وقوله
في يده يتوجأ بها، أي أنه يبعث يوم القيامة وحديدته في يده، ويبدأ يفعل ما فعل في الدنيا، يضرب بها بطنه ويتوجأ بها بطنه، يطعن بها في بطنه، وهكذا يستمر يتعذب بهذا الفعل إلى أن يقضي الله تعالى بين الخلائق يوم القيامة. ثم إن أدخله الله النار فهو لا يزال مستمرا في فعلته التي فعل، ليعذب بجنس العذاب الذي مات به في الدنيا. قال يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي أنه يستوجب هذا. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يطبق في حقه العقوبة فإنه يخلده في النار، لكنه إن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تشفع له بحيث يخفف عنه من الخلود في النار، فإما أن الله يعفو عنه ابتداء فلا يدخل النار، وهذا بفضل من الله تعالى وكرم ومن، وإما أن الله تعالى يعذبه لكن عذاب تطهير لزمن معين، ثم يأمر الله تعالى الملائكة بإخراجه من النار إما ابتداء وإما بشفاعة الشافعين. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل النار من أهل لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى يأذن له بذلك، فيأتي كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويطيل السجود ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه الله إياها، يعني في ذلك الوقت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عرفها وحفظها، فيلهمه الله بتلك المحامد فيحمده ويطيل السجود حتى يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه ارفع رأسك يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيحد الله له حدا، أما في المرة الأولى فيقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان. فيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أهل هذا النوع من الإيمان ويخرجهم من النار، يخرجون من النار ثم يذهب بهم إلى نهر يقذفون فيه ليتطهروا بعد أن امتحشوا، يعني بعد أن احرقوا بالنار، ثم إنهم بعد ذلك إذا ما زالت آثار النار عنهم أخذ بهم إلى الجنة. هذه هي المرة الأولى، لكن يبقى في النار قوم من أهل الإيمان، فيكرر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المرة أو الشفاعة مرة ثانية، وإنما يمكن الله سبحانه وتعالى رسوله من الشفاعات مرات ليعلي شأنه ويظهر أمره للأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة إنما يراد بها إعلاء مكانة ومنزلة الشافع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ويطيل السجود
ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ويحمد الله تعالى بمحامد كثيرة إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لربه أمتي أمتي، والله سبحانه وتعالى قد وعده أن يرضيه كما قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وواحد من أمته في النار، ولذلك يقول أمتي أمتي فيحد له حدا. وفي هذه المرة يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون لكن يبقى بعدهم أناس. ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقال له في المرة الثالثة أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكنه يبقى في النار من هم دون ذلك. فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حتى يقال له أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. إلا أنه يبقى في النار قوم آخرون، فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فيقول الله سبحانه وتعالى له شفع الأنبياء وشفع المرسلون وشفع الأولياء وشفعت الملائكة، والآن يأتي يعني حكم الله سبحانه وتعالى. فيأمر الله النار أن تخرج منها من قال لا إله إلا الله. مجرد أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله. وهكذا تخلو النار من أي إنسان له ارتباط أو علاقة بلا إله إلا الله. فهؤلاء الذين قتلوا أنفسهم فإنهم يعذبون يوم القيامة ويجازون على قتلهم أنفسهم بالصيغة وبالطريقة التي قتلوا بها أنفسهم. فمن قتل نفسه بحديدة يقتل بها، ومن قتل نفسه بسم يتعاطاه فإنه يعذب بذلك، وهكذا من قتل نفسه شنقا أو قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل فإنه يعذب بذلك ما دام أنه كان آخر حياته هذا الفعل ولم يتب منه فإنه يعذب به يوم القيامة. نعم، هذا بعد الشفاعات كلها. قال فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إيش يقول من قتل نفسه؟ يعني ما أو نقول بصيغة العصر، هؤلاء الذين ينتحرون هل يصلى عليهم أو لا؟ الجواب ما داموا ماتوا على الإسلام فإنه يصلى عليهم ويكفنون ويغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. يصلي عليهم الفاضل وغير الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن بعض أهل الكبائر، يعني هذا على سبيل النكاية وعلى سبيل التحذير، ولكنه صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه وقال صلوا على صاحبكم فيصلى عليه،
لأنه يعد ممن مات على الإيمان ويخاف عليه من العذاب، ولذلك نحن نصلي عليه نشفع له عند الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز. قال: ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه، يعني يشربه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل، أي أسقط نفسه من جبل، وهذا ما يفعله من ينتحر في هذه الأزمان، فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد عرفنا أن المراد بقوله خالدا مخلدا يعني فيما لو لم يعفو الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال كلهم بهذا الإسناد، يعني من شعبة عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. وهذا الحديث مداره على الأعمش، وقد رواه عن الأعمش كما جاء في الرواية الأولى وكيع، وفي الرواية الثانية أو في الروايات الأخرى شعبة. وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في روايته عن الأعمش. أما رواة هذا الحديث فقد مر ذكرهم قريبا، أولهم هو زهير بن حرب. زهير بن حرب وقد ترجم له، يعني سبق أن ذكرنا ترجمته، وهو نعم زهير بن حرب. على كل حال هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، من كبار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، وهو ثقة حافظ، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا أبي داود أو ما عدا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. هذا هو زهير ابن حرب. وأما الراوي الثاني قال: حدثنا زهير بن حرب. ومن؟ قال: حدثنا جرير. وجرير هو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، قال: ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات 88 و100. قال حاء: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. وسعيد بن عمرو الأشعثي ترجم له أيضا بقوله هو سعيد بن عمرو بن سهل الكندي الأشعثي أبو عثمان الكوفي، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات 130 و200. وقد روى له الإمام مسلم وروى له النسائي. قال: حدثنا عبثر. وعبثر أيضا مرت بنا ترجمته، فهو عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي، ثقة من الطبقة الثامنة، مات 79 و100. وقد روى له الجميع. قال:
حاء قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ويحيى بن حبيب الحارثي هو يحيى بن حبيب ابن عربي البصري قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 48 و200 وقد روى له مسلم والأربعة. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وهو خالد بن الحارث بن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة مات سنة 86 و100 وقد روى له الجميع. قال كلهم أو قال حدثنا شعبة وشعبته هو ابن الحجاج كما مر بنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وكان عابدا ويقال إنه أول من فتش عن الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق من الطبقة السابعة مات سنة 60 و100. قال كلهم بهذا الإسناد يعني عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لكن قال وفي رواية شعبة عن سليمان يعني سماه بدل من يقول الأعمش سماه باسمه وهو سليمان بن مهران قال سمعت ذكوان وسمى أبا صالح باسمه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والله سبحانه وتعالى أعلم.